نعم باعتقادك يعني أمين محفوظ لو أنه لم يمتلك معلومات أو لديه اطلاع على موضوع الحادثة التي قال إنها مدبرة باغتيال زوجة توفيق شرف، باعتقادك هل يمتلك معلومات حتى إنه صرح بتلك التصريحات أو إنه يحاول الضغط على قيس سعيد؟ صرح فيها الآن بالضبط. لماذا السؤال هنا؟ أنا أسأل لماذا صرح بي؟ إذا افترض أنا لا أدري الحقيقة هذا الكلام، الحقيقة ليس لي دليل، أنا شخص بعيد على الأحداث والكثير من الشعب لا يعلم مثل هذه الأشياء. إذا كان هذا الشخص هو إذا كان هو عنده معلومة مؤكدة بأنه قيس سعيد ربما لديه يد في موت زوجة وزير الداخلية، طيب لماذا لم تصرح في ذلك في تلك الفترة قبل الخلاف مع الرئيس قيس سعيد؟ هل يعني أنه متورط كذلك؟ إن نسخة الدستور لماذا؟ لأنه لم يجد الغنيمة، لم يجد لديه، ولا أعتقد أنه هذه أعتقد حرب إعلامية، لا 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 أستطيع أن أفند ولا أستطيع أن أؤكد. الموضوع هذا هو يظل موضوع قضائي يظل موضوع يحتاج إلى تدقيق من الجهات السلطات القضائية التي هي ما زلنا الآن نعتبر إنه القضاء مستقل وبعيد عن قيس سعيد، ومهما يكون فلن يستطيع أن يخضع لسلطة قيس سعيد. ولأنه في نهاية المطاف الشعب التونسي أنا أرى إنه مثل هذه الجملة، ألا أقول على قضية قتل موت زوجة وزير الداخلية، إنه لابد لهذا الشخص أمين محفوظ أن يخرج إلى الشعب ويكشف الحقيقة، وإلا سيصبح هو أيضا متآمر على الدولة، وبالتالي يجب محاكمته محاكمة يعني لخيانة الدولة. نقطة ثانية، قيس الصادق بالعيد الذي يقول هو الذي أرهقني وأتعبني، هو الذي اقترح عليه هذا الإرهاق، هو الذي قال له يعني لابد من ضرب أي صلة بدستور الثورة والانقلاب عليه، في حين رغم أنه هذا مع العلم أن هذا الرجل على مثل الحرباء يتلون، وقد تم استشارته في دستور 2014 وأخذوا بأفكاره وبعد بمقترحاته، الآن يقول أنه هذا الدستور غير صالح ولابد أيضا من صياغة الدستور وحده والدولة مدنية، وهذا الشعار وكأنه يريد أن يوصل للعالم وللرأي العام الدولي أننا نحن دولة مدنية ولا علاقة لنا بالإسلام. هي مشكلتهم الآن مع الجملة التي كتبها في الفصل الذي كتبه قيس سعيد، أن الدين تهتم به الدولة ويعود وتنظر فيه الدولة، وأن والدولة تعمل على تحقيق ما يسمى الهوية والقيم الإسلامية. إذا استحضرت، لم أستحضر الجملة بالضبط ولكن في هذا المعنى، هم ثاروا ثورة كبيرة جدا، بل اتهموه، قالوا أنه هذا، بل اتهموا أنه راشد الغنوشي هو الذي يوحي له سرا بإصدار بوضع هذا الدستور. إضافة إلى ذلك يخرج أحدهم ويقول هذا اسمه هذا محفوظ، يقول أنه لا أحد رئيس الحزب حركة الشعب القومي من جماعة القوميين يقول إن هذا الدستور صاغته هو مجموعة سرية. يعني أنت ترى من هؤلاء حركة الشعب تدعم قيس سعيد الآن، مع العلم إن هي أرسل رفضها ولم يدخلها ضمن الحوار وضمن الاستشارة الدستورية أبدا، ويقول إنه هذه المجموعة، إنه هذا الدستور صاغته مجموعة يعني سرية. من هي هذه المجموعة السرية؟ أنا شخصيا في تصوري وشخصيا كأكاديم باختصار دكتور، نعم أريد أنظر إلى مثل هذه التصريحات التافهة والعبثية. الآن أنا الذي يجعلني أركز أني القوى الثورية أو القوى المحسوبة على الثورة، نعم، وبكل دكتور صدق أن تتجاوز خلافاتها وأن تتوحد بشكل كبير في مشروع الحفاظ على الدستور 2014 الذي يمثل الأرضية المشتركة بيننا، نعم، وكذلك العودة إلى السلطات، وسط السلطات والسلطات الأولى، المشهد ما قبل 25، نعم، والوقت